بنعود لحضراتكم مرة أخرى. بينضم إلي على الهواء مباشرة الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية. دكتور أمجد، مساء الخير. مساء الخير أستاذ خالد، تحياتي لسيادة الأستاذ الكبير. أهلا بك. يعني السؤال الأول ده اختياري، الإجابة عليه مش إجباري يعني، لكن أنت ترى الآن انتقادات كثيرة جدا من الحكومة الأمريكية ومن بعض الدول لمنظمة الصحة العالمية، يقولون أو يدعون أنها كان في نوع من أنواع التضليل، عدم الدقة في بعض الأمور، التهويل في أمور أخرى. لعلك سمعت بكل هذه الأمور، هل هناك يعني تبرير أو دفاع معين من منظمة الصحة العالمية تجاه هذه الأقاويل؟ هو الحقيقة منظمة الصحة العالمية حاليا بتعمل بشكل دؤوب مع الدول الأعضاء جميعا لمواجهة الجائحة. حقيقة كل هذه الاتهامات لا يوجد أي دليل عليها. منظمة الصحة بتتعامل في العالم كله مع وباء جديد، نوع فيروس جديد مستجد لم نواجهه من قبل، نتعلم من أخطائنا، قد تكون هناك بعض التأخيرات، ولكن لن تقدم أي دولة أو أي جهة أي دليل محدد. معظم الكلام كلام مرسل. منظمة الصحة العالمية بتراجع أنشطة، أكثر من لجنة بتراجع هذه الأنشطة، وسوف يتم الإعلان عن نتائج هذه المراجعات قريبا، ولكن ما يشغلنا الآن بشكل صريح هو مجابهة هذه الجائحة، مساعدة الدول وخاصة الدول الأكثر احتياجا، الدول في منطقة الشرق المتوسط والدول الأفريقية، كثير من دول العالم في احتياج شديد سواء لمجابهة هذه الجائحة أو لمجابهة مشاكل صحية وطوارئ صحية عديدة. ده أكثر ما يهمنا في هذه المرحلة، ثم سوف يعلن مستقبلا في المستقبل القريب الردود على مثل هذه الاتهامات او هذه الاقاويل. يعني هذه هي المراجعه الاولى اللي بتراجعوا فيها طرق العلاج او بتراجعوا فيها طريقه مخاطبه المجتمع الدولي، ولا تمت مراجعات من قبل ووجدتم اشياء صريحه جدا المنظمه يعني تسرعت فيها؟ لا، والحقيقه المراجعات هي مراجعات مستمره لتقييم الاستجابة، تقييم الخطط، تطويرها. هناك بعض من الرسائل تم تحويلها تطويرها وتحديثها بناء على المعطيات الجديدة. هناك بعض الرسائل ما زالت مستمرة حتى الآن، الخطاب العلمي ومخاطبة الشارع ومخاطبة الدول بالإجراءات في معظمها الخطوات ما زالت كما هي منذ البداية من منظمة الصحة العالمية، منذ اليوم الأول لاكتشاف هذا الفيروس المستجد، حتى قبل اكتشاف خطر وكجائحة تم منظمة الصحة العالمية أطلقت تحذير للعالم كله على وجود فيروس مستجد قد يمثل مشكلة صحية، ثم أعلنت بعد ذلك أمور طارئة صحية تمثل قلق عالمي، ثم بعد ذلك أعلنت أنه جائحة. كل هذه بناء على توقيتات وتوصيفات للأحداث. النصائح من التباعد الاجتماعي وغسيل الأيدي وآداب العصر والسعادة هذه تم إطلاقها منذ اليوم الأول وما زلنا نطالب فيها حتى الآن. فكرة التباعد الاجتماعي هذه فكرة أو التباعد البدني تم تحديثها لتأكيد فكرة التباعد البدني أكثر من التباعد الاجتماعي. طيب. كل هذه بتتم من خلال مراجعة مع الدول. الأدوية بالطبع احنا بنحدد بروتوكولات العلاج بشكل دقيق بناء على ما يردنا من الدول بناء على بروتوكولات العلاج المستخدمة. عظيم. يعني عشنا في الإعلام بناء على يعني كلام منظمة الصحة على عبارة بتحط على كل الشاشات في كل أنحاء العالم، stay home، ابقى في منزلك. الحكومات ونتيجة الأمر الواقع يعني حذفت هذه الجملة، قالت stay home يعني لكن انزل لعملك لأنه عملك أمر مهم جدا عشان الاقتصاد بتاع الدول. رأي منظمة الصحة العالمية إيه في الدول اللي بتفتح تماما أو الدول اللي تغلق تماما؟ مفيش قاعدة، يعني الواقع بيقول لنا أنه مفيش قاعدة نجحت، لكن منظمة الصحة ممكن يكون لها رأي في هذا الشأن. هو المنظمة دائما بتراعي بالمقام الأول هو صحة المواطن، صحة البشر، ولكن بندرك بشكل كبير فكرة أنه الوجود في البيت أو في المنزل أو المكوث في المنزل له آثار اقتصادية أو اجتماعية كبيرة، ولذلك منظمة الصحة وضعت بروتوكول أو أدلة إرشادية للدول جميعها متى يمكن إعادة الأمور إلى طبيعتها والحياة إلى طبيعتها. هناك بعض من الشروط لابد من توافرها في أي دولة قبل قرار عودة الحياة إلى طبيعتها ورجوع العمل، رجوع البشر إلى العمل بشكل طبيعي. وضعت طلبت بشكل أساسي هو الرجوع التدريجي،
الرجوع بناء على معطيات قدره الدوله على مجابهه هذا الوباء، ان يكون الوباء في مرحله الانحصار وليس في مرحله الزياده، ان تكون الهيئات الصحيه والمنشات الصحيه قادره على استيعاب في حال الزياده جديده، ان تكون قادره على استيعاب هذه الزياده ووجود انظمه ترصد قويه للاكتشاف المبكر مع مراعاه الفئات الاكثر عرضه ككبار السن او المرضى الامراض المزمنه. كل هذه شروط وضعتها منظمه الصحه العالميه تفتح المجال مره اخرى لعوده عاده الاقتصاد والحياه الى طبيعتها.